كاين شنو صاير تحمل واحد تحمل شكون باش تسب شو سبوا الجماهير عادي جدا يعني. اما راني بلي نفهموه بشويه بالكره ما يصيرش احنا نفهموا فما قانون تاع كره فما لوجيك عملت ريكسيون بعد ما مركينا البونتو عملتش ريكسيون كنت انا غاضب على دي هنا دومينين ماش كامل مي تقعد تتكرر باش نقعد نحكي لك توليت لوبينا فهمت علاش 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 فما جواريات مونشون فورم قعدوا على البنك لازمهم يقعدوا على البنك ما فهمش اسامي فما جواريات عطاها في الانترينمون لعبناه اجتهاد هو اما شوية احترام على الاقل نحترموا بعضنا باش تحب اكثر مني سياسة تحب نحبوا الحقيقة تي انا والجماعة اكثر منك مطبوع هوني شكون تحكي بالضبط كاري انا نحكي على ثلاثة مرتزقة انا مش نحكي باللغة هذه باش نرجعها اللغة كما كنت ملاعبي انا مش نرجعها تو وانا نعرفهم الكل نعرف اللي انا مستهدف في CSS انا والجميع قبله هو حب من حب وكره من كره سهله برشا نحكي وكهو انا جيت قلت راني غضب على اداء ريتني فرحت انا على البونتو عادي كريم وقت بيبليك يطلب بقاله ولا خروج مدرب يعني انا هكا اما فما تحس فما ناس بالعاني جاي وراك في الجرادان مطبوع خالصين متكياتهم جايين وراك عادي اما شويه احترام على الاقل انا متحمل الشيء هذا ما قلتش ليه قلت عليه انا ليك عملت رياكسيون برا ما مش رياكسيون هزيت شعار نتاع النادي اللي فوقهم هما الكل حبه من حبه وكره من كره